السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أعزائي الحضور. بالنيابة عن الأستاذ فيصل، أحب أبلغكم أنه للأسف الشديد أنه حصل ظرف خارج عن الإرادة مع الأستاذ فيصل، وما راح يقدر يكون اليوم معنا. فمن قسم الدراسات في شركة إيكويتي، أنا أخوكم سركيس، راح أكون معكم اليوم أقدم مادة شبيهة نوعا ما في اللي كان يفترض في الأستاذ فيصل أنه يقدم لنا إياها. وبنوعدكم خلال الأيام القادمة إن شاء الله راح يكون معنا الأستاذ فيصل مرة أخرى إن شاء الله لشرح مواد علمية أخرى. بداية حاب أتأكد أنه الصوت مسموع عند الجميع حتى نبدأ في محاضرتنا اليوم. نتكلم عن استراتيجيات التداول في الأسواق المالية العالمية، وكيفية إدارة الاستثمارات، وخطوات التداول الناجح في الأسواق المالية. أرجو التأكيد أنه الصوت واضح. تمام، شكرا شكرا لكم، شكرا أستاذ إبراهيم، أستاذ صالح، شكرا لكم. الآن راح أبدأ في المادة العلمية، لكن بداية بحب أقدم شركة إيكويتي كشركة إي سي إن وليست ماركت ميكر. شركة الإي سي إن هي مصلحة مشتركة ما بين الشركة والعميل، يعني إحنا بندور إنه العميل يحقق أرباح وعوائد لضمان استمراره في الشركة واتخاذ عدد أكبر من المراكز المالية، لأنه عمولات الشركة تقتصر على فروقات ما بين الشراء والبيع، فبدنا العملاء كلهم يحققوا أرباح لضمان استمراريتهم معنا، وهذا السبب اللي بيخلينا في الشركة نقدم هاي الدورات المجانية. بداية حاب أحكي عن خطوات التداول الناجح في النقطة الأولى الأساسية، وهي التعرف على مخاطرة التداول في الأسواق المالية العالمية. الآن بنسمع هنا وهناك، وخاصة المبتدئين في الأسواق المالية العالمية أو اللي بيتعرفوا للأسواق المالية العالمية بطريقة من إحدى الشركات اللي ما بتكشف المخاطرة الحقيقية المترتبة على الأسواق المالية، وبنسمع إنه فلان حقق عوائد، فلان أصبح مليونير، فلان أودع 1000 دولار وأصبحوا 100 ألف خلال فترة أسبوع. طبعا هذا كله ممكن تحققه، لكن إحنا بنقدم مادة علمية مبنية على علوم الإحصاء والعلوم التحليلية، فلازم نتعرف بداية على مخاطر التداول في الأسواق المالية العالمية، لأنه اللي بيتعرف على المخاطر راح يستطيع إنه يتجنب أغلب هذه المخاطر. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. فالتعرف على مخاطر التداول في الأسواق المالية يعتبر اللبنة الأولى لتحقيق العوائد، أو على الأقل رفع احتمالية تحقيق الأرباح. الناس اللي سمعت في الأسواق المالية العالمية من هنا وهناك على مر السنين، أو للذين أيضا تداولوا في الأسواق المالية العالمية أو بما يسمى بكلمة فوركس، شفنا العديد من المتداولين عم بيحققوا خسائر. لأن إخواني، يعني حاب تكون جلستنا اليوم هي مش محاضرة، هي خلينا نحكي تخاطب بيننا وبين بعض، مشاركة أفكار. هل فعلا عم نسمع إنه الأسواق المالية العالمية هي سبب للخسائر؟ برأيي الشخصي نعم، هي الكثير من المتداولين حققوا خسائر خلال سنوات عملي في الأسواق المالية العالمية، واستطعنا في شركة إيكوتي في قسم الدراسات إنه نكتشف أو نحدد 4 أسباب رئيسية سببت خسارة كل المتداولين. كل شخص حقق خسائر تواجد في حسابه 4 أسباب، 3 أسباب من هذه الأربعة قادرة إنها تفشل المتاجر من تحقيق الأرباح بنسبة احتمالية عالية جدا. لذلك جلستنا اليوم مع بعضنا البعض أرجو أنها تكون تفاعلية قدر الإمكان. إذا في أي سؤال بتقدروا تسألوه مباشرة، يعني بقدر أوقف عرض السلايدات ونتشارك بالأفكار مع بعضنا البعض، لكن بداية لازم نعرف أن الأسواق المالية العالمية فيها مخاطر بمجرد قرار المتداول أو المستثمر المتوقع أن يدخل الأسواق المالية العالمية. راح تواجهه 4 مخاطر رئيسية بمجرد ما يحكي بسم الله أنا نويت أتداول في الأسواق المالية العالمية، لازم يكون يعرف
انه اول مخاطر هي مخاطر حقيقيه من تراكم الخسائر. هذا بيكون بسبب خساره مركز مالي او اكثر من مركز مالي. فهذا هو السبب الاول للمخاطر. السبب الثاني او المخاطر الثانيه هي احتماليه فقدان راس المال في حال فشل اداره الاستثمار. النقطه الثانيه بعتبرها شخصيا واحده من اهم النقاط، لانه احتماليه فقدان راس المال متواجده بالفعل. يعني كثير ناس حطوا 100 دولار و10000 دولار و100000 دولار وخسروا اموالهم، لكن كان ذلك بسبب فشل اداره الاستثمار، ليس بسبب سوء التحليل ولا ايضا بسبب سوء التوقعات. زي ما راح نشوف بعد شوي، ما راح يلزمني نسب تاكد عاليه جدا لتحقيق الارباح، لكن راح يلزمني اداره راس المال. النقطه الثالثه من المخاطر هي مخاطر تكاليف الفرصه الضائعه. خلينا نفترض انه حققت عائد شهري في الاستثمار في الاسواق الماليه العالميه 3% على سبيل المثال. الان نسبه 3% كعائد شهري قد تكون جيده في بعض الدول، لكن في دول اخرى تمنحنا عوائد سندات ممكن تكون اعلى من 3% شهريا. كذلك ممكن ينشا من حولنا استثمارات اخرى، على سبيل المثال الاستثمار في العقارات، استثمار في الاراضي او اي استثمار اخر في اي دوله حول العالم. هذه تسمى مخاطر تكاليف فرصه ضائعه. القرار في التداول في الاسواق الماليه العالميه ايضا حتى لو تم من خلاله تحقيق ارباح، هنالك مخاطر تكاليف الفرصه الضائعه. والنقطه الرابعه هي مخاطر تجميد الرصيد الاستثماري بسبب المراكز الماليه المتراكمه. بعض الاشخاص بيتخذوا على سبيل المثال شراء لليورو مقابل الدولار وبينتظروا اشهر حتى يعود السعر ويحقق لهم ارباح. فهذه مخاطره بحد ذاتها، لانه تعتبر تجميد للرصيد الاستثماري. وبعد ما تحدثنا الان عن المخاطر، لازم نتحدث عن الجانب المشرق بعض الشيء وهو الارباح. لكن الارباح لازم نتكلم عنها في واقعيه. ما هو الاستثمار القادر أن يستمر في تحقيق العوائد؟ هو الاستثمار المنطقي المدروس إحصائياً وكذلك المدروس اقتصادياً ومالياً. يعني ممكن واحد من الأشخاص يحقق عائد شهري 1000% حصلت، وكثير أشخاص حققوها، لكن هل من الممكن أني أستمر في التداول لمدة 6 أشهر بتحقيق عائد متراكم كهذا؟ بصراحة لازم نضع هدف استثماري حتى نقيس أدائنا. الآن لو حققنا 10% شهريا هذا يعتبر جيد جدا. لو حققنا عائد سنوي 150% على سبيل المثال فهذا أيضا رائع، لأنه ما في استثمارات حول العالم قادرة تحقق 10% شهريا أو 150% شهريا بشكل مستمر إلا ما ندر. فإذا قدرنا نحقق عوائد 10%، إيش يعني 10%؟ يعني إذا حطيت 1000 دولار استثمرتهم في الأسواق المالية العالمية وحققت عليهم ربح آخر الشهر 100 دولار، هذا يسمى استثمار ناجح. فلازم بداية نحدد ماذا نريد من استثمارنا في الأسواق المالية العالمية. هل نريد عائد 5% 10% شهريا وهكذا، بشرط أن يكون العائد طبعا منطقي. لأن ماذا يحصل بتحديد العائد؟ يحصل تقييم لإدارة الاستثمار. فإذا وضعت هدف أني أحقق على سبيل المثال 5% فقط شهريا، إذا حققت 5% أو أكثر فأنا مدير ناجح لمحفظة الاستثمارية. إذا لم أحقق 5% فهنالك مشكلة. الآن هنا راح يصير في عندي مقاييس لجودة إدارة الاستثمار. فخلينا كل شخص بينه وبين نفسه، إذا بحب يشاركني أيضا في التكست يكتب لي على الكوشن ويندو أو هي نافذة الأسئلة، يكتب لي مثلا عائد متوقع شهريا. حلو أنه نكون نعرف إيش بدنا من استثماراتنا، ماذا نريد من أرباح. 20% شهريا إذا استطعنا تحقيقها
رائع استاذ مايك. يعني 20% اذا قدرت تحقق 20% لفتره تزيد عن 6 اشهر فانت استطعت ان تصبح مدير استثمار دولي عالمي. يعني لما نشوفه في العالم مستثمر عم بيجيب ارباح 20% لفترات تزيد عن 6 اشهر، احنا ما بنتكلم عن متداول فقط، احنا عم نتكلم عن مدير استثمار محترف جدا. ممكن نحتاج نشتغل ليل نهار. الآن 1% أستاذ مايك قد يكون قليل جدا. أستاذ محمد نسبتك عجبتني بصراحة، 7% ل 15% شيء رائع. إذا بعمل 7% بالشهر نحسبهم ب 12 شهر، طبعا ما راح نحسبهم في هي خلينا نحكي العوائد العادية، لا راح نحسبها العوائد التراكمية. يعني إذا كان مبلغي بداية الفترة $1,000، فالشهر الأول أنا بتداول ب$1,000، الشهر الثاني حقق عائد 7%، يعني رأس مالي راح يكون 1,070، فراح أبدأ 7% اللي بعدها أحسب على 1,070. لكن لو حكينا 1% بصراحة 1% قليل جدا، يعني خلينا نكون منطقيين. النقطة الثالثة بعتبرها شخصيا أهم النقاط. سمعنا وما لازم ننكر أبدا عن اللي سمعناه أو للأسف البعض من حولي اختبروه عن شخص خسر كل مبلغ الاستثمار. الآن هذا ما بيصير نتكلم عنه، حتى لو تكلمنا في الأسواق المالية العالمية، إذا بدي أحط مبلغ $10,000 وأخسره بشكل كامل، هنا يوجد مشكلة في استيعابي لموضوع المخاطرة. أستاذ صالح، لا يمكن تحقيق نسبة 10% إلا بشروط: أولا رأس إدارة رأس مال، تقسيم رأس المال عدة أجزاء، شكرا لك، على مسافات، مبدأ كل فطير وطيئة. بصراحة أنا فاهم عليك أستاذ صالح، كلام منطقي جدا. إذا عملنا 5% بالشهر عم نتكلم على أرقام ممتازة بصراحة. نرجع الآن للنقطة الثالثة وهي خسارة المبلغ كامل. هذا شيء غير مستحب في شركة إيكويتي، ولا أي شخص بحب أنه يسمع عن شخص آخر أو نفسه أنه خسر مبلغ الاستثمار كاملا. أي شخص بده يدخل استثمار، خلينا نفترض على مستوى شراء عقار، إذا حسيت في نفسي راح أخسر 20% فراح أبيع العقار بخسارة أكبر شوي 25% وأتخلص من هذا الاستثمار. فلماذا في الأسواق المالية العالمية أسمح بأن تصل المخاطرة إلى 100%؟ هذا واحد من الأخطاء اللي بيقع في الكثير من المتداولين. بمجرد أن تبدأ في استثمارك في الأسواق المالية العالمية، حتى حضرتك عزيزي المتابع معي المحترف، عندما تبدأ أي استثمار حدد أقصى مبلغ تريد أن تخسره. على سبيل المثال أودعت $10,000 تريد التداول في الأسواق المالية العالمية، إذا تعد على سبيل المثال إذا تعدت خسارتك 30% هنالك شيء خاطئ. مهما كان هذا الشيء يجب أن أترك هذا الاستثمار وأعيد دراساتي من جديد. هذا هو المبدأ الثالث أو واحد من أهم خطوات التداول الناجح. رابعاً، هذه النقطة صراحة بتسبب الكثير من المشاكل في الوطن العربي بسنوات 2008 و2007 حتى و2008 و2009، شاهدنا وسمعنا عن أشخاص خسروا أموالاً هم لا يمتلكونها بالأصل. يعني في بعض الأشخاص تداينوا، عملوا أخذوا فلوس من معارفهم، اقترضوا قروض من البنك على سبيل المثال في السوق المالي، في سوق تداول في السعودية بسنوات 2005 و2006 كان في أشخاص عم بياخذوا قروض وعم يبيعوا أملاك للاستثمار، لكن لا يوجد أحد متأكد 100%، حتى بالسوق الأردني شفناها، فما بالك في الأسواق المالية العالمية. نصيحتي للجميع: عدم استثمار أي نقد إلا إذا كان فائض عن حاجاتك الأساسية. طبعا ما في واحد
حتى شخصيا ما بعتقد انه راح اوصل لمرحله انه احكي في مال فائض عن حاجتي، لكن انا بتكلم عن حاجتي الاساسيه. يعني لما بدي استثمر اموال يجب ان يكون فائضا عن حاجاتي الاساسيه، حتى لو خسرته كاملا ما راح ياثر على مستواي المعيشي. اكيد راح ازعل، راح اتضايق انه خسرت، لكن لن يؤثر على المستوى المعيشي. خامسا، احصل على المعرفة من مصادر موثوقة. ماذا أعني في المصادر الموثوقة؟ واجهنا المنتديات، واجهنا الذين يقدمون توصيات على مر السنين. لما تكون الأسواق المالية واضحة، كل واحد بيحكي اشتري يورو كان يربح. في بعض السنوات كل واحد كان يحكي اشتري ذهب كان عم بيربح. فطلعوا معانا محللين وصاروا يقدموا أيضا استراتيجيات كانت فعالة، لكن هل هي من مصادر موثوقة؟ هل هي نابعة من نظرية أم لا؟ هل هي خبرة حقيقية؟ هل الشخص الذي يقدم المحاضرات مؤهل علميا؟ وهل حسابه الحقيقي للتداول يثبت أنه قادر على تقديم هذه المعلومات أم لا؟ هذا هو السؤال، أن نحصل على المعرفة من مصدر موثوق مهما كان. ممكن يكون كتاب، ممكن يكون أحد الأشخاص اللي حققوا بالفعل عوائد. لما أتكلم عن كتاب جون ميرفي، هذا الشخص على سبيل المثال استطاع أن يثبت أنه ما يقدمه من دراسات حقق من خلاله أرباح، فهذا يعتبر بالنسبة لي شخصيا على الأقل مصدر موثوق. سادسا، هاي خاصة للأشخاص اللي بيتقدموا في العلم وبيتقدموا في التداول، أرجو أنه خاصة هاي النقطة إذا في عليها أي نقاش نتناقش فيها مع بعضنا البعض. أفضل نسبة تأكد في أي نوع من التحليلات الاقتصادية الأساسية المالية الفنية لن تتعدى على المدى الطويل 85% في أفضل حالات السوق. النقطة السادسة بتحكي ضع استراتيجية بسيطة للعمل والتزم بها على الأقل لمدة شهر أو لخمسين مركز مالي. راح نشوف بعد شوي ليه حكيت خمسين مركز مالي. هل أنت من الذين يريدون تعلم التحليل الفني واستخدام التحليل الفني الكلاسيكي؟ رائع جدا، لكن التزم في التحليل الفني الكلاسيكي وأترك أنواع التحليل الفني الأخرى لمدة شهر كامل. ليه؟ لأن كل نوع من أنواع التحليل له مخاطرة وحالات فشل وحالات عدم تحقق. فخلينا نفترض أني بديت في الأسبوع الأول من الشهر أتبع التحليلات المالية وحققت الخسارة لا قدر الله اللي هي 15% في أقصى حالات خلينا نحكي التأكد. الأسبوع الثاني انتقلت، تمام أستاذ صالح رائع، رائع مداخلاتك رائعة، يكفيني التزام شهر، لكن هو الصواب ما تفضلت فيه أستاذي. صحيح، تغييرها لمدة 6 أشهر على الأقل 100% كلام حضرتك، لكن على الأقل لمدة شهر. يعني خلينا نحكي على الأقل نمسك أنفسنا، إذا بدي أتداول في التحليل الأسبوع الثاني تركت التحليل الاقتصادي الأساسي واتجهت للتحليل التوافقي، ممكن يكون برضو الأسبوع الثاني أخذ فيه 15% المخاطرة. الأسبوع الثالث انتقلت مرة أخرى للتحليل الكلاسيكي، إيش بعمل لي ضمان أني أحقق 85% مقياس الربح؟ لا، ممكن أخذ 15% مخاطرة. هنا صار في عندي مجموع المخاطرات يزداد عندما أغير من استراتيجيتي. حتى أستطيع اختبار الاستراتيجية يجب اختيار استراتيجية بسيطة وألتزم بها على الأقل لمدة شهر. على الأقل يفضل، مثل ما تفضلت أستاذ صالح، هذا كلامك يدل على خبرة في إدارة الاستثمار، رقم 6 أشهر هو ربعي سنة متتاليين، فست أشهر بكون أكثر روعة، أو لخمسين مركز مالي متواصل أو أكثر. بعد شوية راح نشوف ما راح يلزمنا أكثر من 40% مصداقية حتى نحقق أرباح. كيف؟
مر علي محللين فنيين رائعين جدا يصلحوا وكتبوا بالفعل مؤلفات رائعة كانت نسب مصداقيتهم تفوق 85%، لكن لمن كانوا يقدموا لبعض الناس نصائح بعض الناس حققوا خسائر رغم أن المصداقية ممكن وصلت إلى 90%، وكان ذلك بسبب سوء إدارة الاستثمار فوضع استراتيجية ثابتة على الأقل شهر. شو ما يصير أو 50 مركز مالي، شو ما يصير عندي خسائر، لكن تلزمني فقط 40% نسبة تأكد راح يكون احتمالية العائد موجودة سابعاً استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح. متى؟ كل يومين ثلاثة؟ كل 20 مركز مالي مرة؟ لا، دوما. البعض من المتداولين ترسب في أذهانهم إنه وقف الخسارة راح يجي وراح يسبب لي بالفعل خسارة، لكن لما ندرس أساليب وقف الخسارة، إذا تدخلوا عنا على موقع equity.com وتدخلوا على معهد الدراسات والمحاضرات العلمية الكثيرة، راح تشوفوا أساليب عديدة لوقف الخسارة الصحيح. وإن شاء الله يسعفني الوقت في نهاية محاضرة اليوم ناخذ مثال بسيط جدا على أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح حتى نشوف كيف راح نستخدمهم بطريقة صحيحة. استخدام وقف الخسارة وجني الأرباح راح يهمش العامل النفسي اللي بيلعب كثير من الأدوار في خسارة المتداولين. العامل النفسي عامل مهم جدا، وما لازم ننسى أبدا في أي حال من الأحوال إنه لا يوجد استثمار يخلو من المخاطرة. حتى لو استثمرت في عقار في شقة يوجد مخاطرة. إذا بدي أتكلم عن الأردن، كانوا زمان يحكوا اللي بيستثمر في العقار أو بيستثمر في البنايات السكنية ما بيخسر، لكن من عام 2017 إلى عام 2019 حصل هبوط في الأسعار، يعني اللي اشترى شقة خسر. إذن كل استثمار له مخاطرة، والاعتراف في المخاطرة هي أول طريق للنجاح. خطوات إدارة الاستثمار الآن راح أبدأ أتكلم بطريقة أسرع شوي، أرجو أنه توقفوني في حال وصل أي شيء مش واضح. أولاً قرر المبلغ الذي ستبدأ الاستثمار فيه، ممكن يكون $1,000، 500، ممكن يكون 10,000. كلما زاد المبلغ العائد ممكن يكون أكبر، لكن أيضاً المخاطرة راح تكون تتناسب طردياً. زيادة الإيداعات تعطي فرص أكبر للأرباح، لكن مرة أخرى يجب أن يكون المبلغ خارج عن الحاجات الأساسية لأنه يكون قابل للمخاطرة. مش بس هيك، على سبيل المثال قررت أني أستثمر $10,000، أضع المبلغ الذي سأخاطر فيه من $10,000 كنسبة. كان أقول بدي 50% فقط أقصى خسارة ممكن أتحملها. إذن مبلغ المخاطرة راح يكون عندنا $5,000، ومبلغ الاستثمار هو $10,000. مبلغ $10,000 ممكن يتيح لي فرص أكبر في الأسواق، لكن ممكن أطبق هذا على أي مبلغ آخر، على $1,000، على $500، على $100,000. ثانيا لازم نعرف المخاطرة الكلية. المخاطرة الكلية هي المبلغ الذي إذا خسرته شخصيا سأترك الأسواق المالية العالمية. يعني إذا قررت 50% مخاطرتي على مبلغ الإيداع $10,000، إذا وصلت خسارتي $5,000 سأترك سوق تداول العملات الأجنبية، أو أتركه على الأقل لفترة زمنية قبل ما أعود من جديد بعد دراسة مكثفة عن سبب الخسائر. ما تقلقوا، أنا الآن عم بتشوفوني حضراتكم عم بتكلم عن الخسائر كثير. إذا بنتعرف على الخسارة راح نتجنبها، لكن إذا ما تعرفنا على كل جوانبها راح نقع في مشكلة كبيرة. النقطة الثالثة، حدد خسارة المركز المالي الواحد، ليس فقط الاستثمار ككل. وخسارة المركز المالي الواحد ليست بعدد نقاط،
لكن بالدولار. ممكن يكون مركز مالي وقف الخسارة 60 نقطة أو 150 نقطة، هذا ما راح يدخلني لقواعد إدارة رأس المال والاستثمار، لازم أدخل في حسابات الدولار. بدنا 50 مركز مالي. علم الإحصاء بيحكي كل ما زادت المحاولات تقترب النسب الإحصائية من الصواب، يعني على مستوى رمي القطع النقدية إنها تظهر كتابة أو صورة، نسبتها الإحصائية 50% أن تظهر كتابة، 50% أنها راح تظهر صورة. إذن لو رميتهم 3 مرات وراء بعض أو 4 مرات، هل راح يجي مرتين نقش ومرتين صورة؟ مش بالضرورة، لكن كلما ارتفع عدد المحاولات راح تقترب النسبة الإحصائية. كذلك اللي بدنا إياه أنه نقسم مبلغ الخسارة اللي حكينا أنه هو المبلغ الخاضع للمخاطرة إلى 50 مركز مالي، وهذا بيكون على شكل المخاطرة الكلية مقسومة على 50، يعني مخاطرة المركز المالي الواحد تساوي المخاطرة الكلية مقسومة على 50. وفي مثالنا احنا حكينا مخاطرتنا 5000 دولار هي المخاطرة الكلية. المخاطرة الجزئية أو مخاطرة المركز المالي الواحد هي 5000 على 50، وراح يطلع معانا كل مركز مالي أقصى خسارة يجب أن لا تتعدى 100 دولار. طبعاً ما مرة أخرى ما بنحسب وقف الخسارة أو المخاطرة كعدد نقاط، لكن سنقوم بتحويل عدد النقاط إلى عدد عقود حتى يتسنى إلنا الوصول لإدارة الاستثمار. عدد العقود هو الذي يحدد كم دولار راح أخسر. المخاطرة الجزئية للمركز المالي الواحد، المخاطرة الجزئية اللي حسبناها من شوي 100 دولار. الآن بشكل تقريبي حتى ما أخلي الموضوع معقد جدا، راح نحكي عدد العقود هو المخاطرة الجزئية للمركز المالي الواحد مقسوم على 10 ضرب عدد نقاط وقف الخسارة. ممكن تكون هاي معلومات نظرية إخواني، معلش تاخذ برينت سكرين، ممكن ترجع تاخذ التسجيل لهاي الجلسة العمل، هذا التسجيل ممكن ترجع فيه للمعلومات هاي وتطبقها، حتى لو رحت على موقع إكويتي وأخذت طرق أخرى. خلينا نطبق عملي. حساب وقف الخسارة بعدد النقاط هذا واحد من الأمور اللي بنقدمها في محاضرات أخرى، كيف نحسب وقف الخسارة. لكن لمركز الشراء المالي أبسط شيء نحكي، يتم وضع وقف الخسارة لمركز الشراء تحت مستوى قاع سابق، ومركز البيع وقف خسارته فوق مستوى قمة سابق. وبنرجع نحكي الآن عدد النقاط اللي بيخرج معنا، بنطبق عليه المعادلة اللي حكيناها، عدد العقود يساوي مبلغ المخاطرة الجزئي على عدد النقاط ضرب 10، وفي مثالنا مبلغ المخاطرة الكلي 10,000 على فرض أنه 30%. بدنا نحكي هاي هون دخلنا في زي سؤال بسيط، مركز مالي يستوجب وقف خسارة 40 نقطة، ومبلغ الاستثمار الأصلي 10,000 دولار، وقرر المتداول أن يضع وقف خسارة كلي 30%، يعني ما بده يخسر أكثر من 3,000. ما هو عدد العقود المطلوب لتنفيذ المركز المالي؟ المعادلة 10,000 ضرب 30% 3,000 دولار هي المخاطرة الكلية. الجزئية 3,000 تقسيم يلزمنا 50 مركز مالي يساوي 60 دولار للمركز المالي الواحد. عدد العقود لتنفيذ المركز المالي هو 60 اللي هو المخاطرة الجزئية مقسومة على 10 ضرب 40 وقف الخسارة بالنقاط 40، ويساوي 60 على 400 ويساوي 0.15 عقد. إذن راح ناخذ هذا المركز المالي بعدد عقود 0.15 ونضع أمر وقف الخسارة على مكان وقف الخسارة اللي استخرجناه إن كان بالتحليل الفني أو بغيرها من الأساليب. لكن إلى الآن عم نتحدث في مخاطرة، أدرنا مخاطرتنا بشكل جيد، حسبنا عدد العقود، لكن لسه المركز المالي لم يجتز الشرط الآخر، وهو
المخاطرة للعائد. من أي مكان بتحصل فيه عزيزي على توصية، على نصيحة؟ اسأل من يقدم لك هذه النصيحة. كم نقطة وقف الخسارة؟ كم نقطة أدنى ربح متوقع؟ فإذا كنت ستحقق عائد محتمل 1.618، هذه النسبة الذهبية لفيبوناتشي، 1.618 مقابل كل دولار ستضعه في المخاطرة، لن نتخذ المركز المالي. هاي النسبة الذهبية هي أقل نسبة عائد مقابل كل دولار أريد المخاطرة فيه. بشكل أبسط جدا ممكن نحكي كالتالي: إذا بدي أخاطر $50 لازم أربح أكثر من $75 تقريبا. هذا هو سر النجاح في الأسواق المالية العالمية، وليس جودة التحليل، مع أنه بيلعب دور مهم في زيادة الأرباح، لكن أهم نقطة من نقاط إدارة المخاطرة والاستثمار مقاييس المخاطرة للعائد. في المركز المالي السابق حكينا وقف الخسارة 40 نقطة، جميل، وحولنا الأربعين نقطة $100، رائع جدا. لكن كم نقطة لازم يكون العائد المحتمل حتى أقبل المركز المالي؟ هو كما يلي: وقف الخسارة 40 مضروبة في 1.618 بيطلع عندي 64.72 نقطة، وتقرب إلى الأعلى، يعني 65 نقطة. إذا أردت أن أخاطر في 40 نقطة فيجب أن يكون العائد 65 نقطة أو أكثر. الالتزام في هذا سيجعلنا نزيد فرص الربح. فما بالك لو أنه حكينا إذا كنت أريد أن أخاطر $1 يجب أن أتوقع أن أحصل على دولارين، وإلا أرفض هذا المركز المالي. أو أن أقول إذا أردت المخاطرة في $1 لازم يكون العائد المحتمل $3. طبعا 1-3 راح يكون صعب جدا نجد مراكز مالية بشكل يومي أو بشكل أسبوعي عليها، 1-2 ممكن نلاقي بعض المراكز المالية، لكن أهم شيء ما نأخذ أقل من 1 مخاطرة إلى 1.618. هذا هو الرقم الجوهري. خلينا نشوف ليش. إذا ربحنا 4 مراكز مالية فقط من كل 10، يعني نسبة النجاح والصواب بس 40%، سوف نحقق مكاسب. إذا كانت نسبة العائد للمخاطرة 1 مخاطرة إلى 1.6 عائد، تخيل. الآن مش راح أركض ورا الناس الشاطرة في التحليل كثير، ولا راح أحاول أحسن مهاراتي. كل ما يلزمني هو نسبة تأكد 40% وأكثر حتى أحقق عائد. الآن إذا اعتمدت على 1 مخاطرة إلى 2 فلازم أربح 7 مراكز مالية من أصل 20. يعني لو نسبة نجاح توقعاتي بس 35% فهذا كافي لتحقيق الأرباح. فما بالك لو اعتمدت أستاذي وعزيزي الحاضر على مخاطرة إلى عائد 1 مخاطرة إلى 3، فقط ربح 3 مراكز مالية من 10 راح أحقق أرباح، يعني راح تلزمني نسب تأكد 30%. الآن إحنا عم نشوف للأسف بين كثير من المتداولين إنه نسبة نجاحهم قد تصل إلى 70-80%، لكن إدارة المخاطرة عم نشوفهم عم يربحوا أقل من ما بيخسروا. هذا شيء خاطئ. أيضا برأيي الشخصي بعتقد وبحسب إيماننا في قسم الدراسات في شركة إيكويتي، معاملة المخاطرة بالدولار وليس النقطة هي واحد من الأسباب اللي راح ترفع احتماليات المخاطرة. طبعاً وأنا الأعزاء، الاعتراضات، الأسئلة متاحة الآن على التكس. إذا في أي سؤال، إذا في أي فكرة برضو في أي نقاش أو حول أي نقطة عم بذكرها لحضراتكم، المجال مفتوح. حتى لو كان في عنا مداخلة
تنقض ما يقال، لكن عم نتكلم علم إحصاء، وعلم الإحصاء علم ثابت لا يتغير، وعندما ترتفع عدد المحاولات بالنهاية راح تقترب نسب الإحصاء من الصواب، وبالتالي يجي آخر الشهر أو نهاية آخر 6 أشهر نحكي إحنا حققنا بإذن الله أرباح بنسبة نجاح 40% بس. فما بالك لو طورت نفسك قليلا بالتحليل الفني أو التحليل الأساسي، عملت نسبة تأكدك بس 50% 50-50، والأشخاص اللي نسب تأكدهم 60% و70%، بس الالتزام في هالقواعد هاي راح ينجينا من شيء اسمه خسرت كل رأس مالي بنسبة احتمالية عالية جدا. طبعا راح ينجينا من هاي المشكلة، وأيضا راح يرفع احتمالية تحقيق الأرباح. فلا تقلق من نوعية التحليل الفني الأفضل، لأنه إحنا بنحتاج بس 40% لنبدأ بتحقيق الأرباح. التحليل الفني الكلاسيكي المشهور اللي منلاقيه في كل مكان، على سبيل المثال إذا بتدخل على موقع equity.com أو بتروح على اليوتيوب للفيديوهات اللي بيقدموها الأساتذة بشركة إيكويتي بقسم الدراسات عنا، إن كان في الأردن في دبي أو في أي مكان في شركة إيكويتي، راح تشوفوا أساليب تحليل فني عديدة. التحليل الفني الكلاسيكي بعتبره من أحد أبسط الأنواع، قادر إنه يحقق نسب نجاح أكثر من 40% أغلب الأوقات. تحليل الأساسي الاقتصادي وأثر التداول، معرفة نقطة الدخول بيع وشراء صحيحة. أستاذي العزيز، في خدمة من الخدمات اللي نقدمها في قسم الدراسات، الإجابة على استفسارات العملاء لدينا، إن كان من عندي شخصيا أو من عند قسم الدراسات أو حتى الأستاذ رائد الخضر وغيره من الأساتذة الكثيرين موجودين فقط لخدمة العملاء عشان تفسير البيانات الاقتصادية. طبعا ما بنتدخل في التداول بشكل مباشر، لكن بتلميحات وتسهيلات معينة ممكن نقدم هاي المساعدة. أيضا إذا أستاذي حضرتك عم بتشوف على موقع إيكويتي في كتير دراسات ممكن تساهم في تحسين الأداء بالنسبة لتحليل اقتصادي، تحليل فني وغيره. معرفة نقاط الدخول والبيع الصحيحة، ابحث أستاذي بس من خلال موقعنا شركة إيكويتي على بعض المواد. زي ما حكيت لكم راح أعطيكم بخمس دقائق بس واحد من أساليب التحليل السريع. طبعا هذا ما بحكي إنه هو الأسلوب الوحيد، لكن واحد من الأساليب اللي راح يحقق لنا نسب نجاح، يعني خلينا نحكي بأغلب الحالات أعلى من 40%. حدد أسلوب التداول، التزم على الأقل لخمسين مركز مالي متواصل أو لشهر، ويفضل أكثر لحد 6 أشهر. التزم، لازم تخسر 50 مركز مالي وراء بعضهم البعض عشان تخرج من السوق. احتمالية حصول ذلك بحسب علم الإحصاء متدنية جدا جدا جدا. في حد مر عليه شخص اللي بيعرف الأسواق المالية العالمية، حد سمع عن شخص خسر 50 مرة وراء بعض؟ صراحة صعبة شوي، مش مستحيلة لكنها صعبة جدا جدا جدا. طبعا هذا بحسب علم الإحصاء. يعني طالما احنا محافظين على قوانيننا الاستراتيجيات تبعتنا، صعب جدا انه نطلع برا السوق، وراح يضل امامنا فرصة لتحقيق العائد. لذلك هذه الانواع من التحليل قد تكون مساندة. كل التحليل الاقتصادي، كل التحليل الفني هو مساند للتداول وليس هو محدد النجاح. محدد النجاح هو استراتيجيات التداول في الجامعات وفي رسائل الماجستير والدكتوراه، وأيضا في بعض الدراسات اللي بيقوموا فيها مدراء الاستثمار. المواد المتعلقة بالتحليل الاقتصادي والتحليل الفني هي قليلة جدا جدا، تكاد أكثر. التركيز الأكبر هو على النسب، والنسب هاي هي إدارة استثمار. راح نشوف الآن بشكل سريع جدا أسلوب تحليل فني، قد لا يكون هو المثالي واللي بحقق لنا أرباح دائما، لكن بنصح حضراتكم
تجربوه على حسابات تجريبية. ادخلوا على موقع equity.com، روحوا على اللغة العربية إذا بتحبوا في تسجيل حساب تجريبي، إذا بتحبوا تجربوا حسابات تجريبية. أسلوب عمل بسيط جدا، هو عبارة عن فقط راح نستخدم مؤشرات فنية قليلة جدا. هذا رسم بياني، راح أروح على فاصل ساعة، أرجو أن يكون واضح أمام حضراتكم. راح أروح لليورو مقابل الدولار من قائمة insert. إذا بتحبوا تسجلوا print screen ترجعوا لهذه المحاضرة مسجلة. trend moving average، المتوسط المتحرك. ببساطة تامة راح أحكي بدي المتوسط 10. طبعا ممكن تطور نفسك أكثر في أنواع المتوسطات المتحركة. راح أخذ البسيط، متوسط المتحرك البسيط، وراح أخذ المتوسط المتحرك البسيط أيضا 50 أو 20 عشان تكون الإشارات أكثر. راح أعطي لون مميز آخر، فاللون الأحمر هو المتوسط 50، الأخضر عفوا المتوسط الأحمر متوسط 20، والأخضر هو المتوسط 10. راح أستخدم الآن مؤشر مشهور جدا هو ستوكاستيك، وكثير ناس بيحكوا عنه إشاراته ليست صادقة جدا، لكن راح أفرجي حضراتكم الآن لو اتبعنا أبسط أصول التحليل الفني. الشاشة واضحة الشاشة أمامكم ولا فيها مشكلة؟ الآن في عندي الآن المتوسطات المتحركة. اللي راح أعمله هو التالي: إذا كان المتوسط الصغير يعني 10 اللي هو بالأخضر أعلى من المتوسط الكبير يعني 20 اللي بالأحمر، سأبحث عن تقاطع صاعد لمؤشر ستوكاستيك. يعني في هاي النقاط، لاحظوا معي حضراتكم بأبسط شيء ممكن، المتوسط الصغير فوق الكبير، أهمل الإشارات الهابطة وأتبع الإشارات الصاعدة. شراء أهمل هابط، شراء أهمل الهابط، شراء. عم بشوف حالات نجاح كثير كبيرة. بدي أفترض الآن بهاي الفترة صار عندي حالات فشل، بدي أدور على حالة فشل. هذا شراء بهذه النقطة واشترينا هون، برضو نشحت شوي، بدي أفترض أنها فشلت، تمام، وقف خسارة. كل هاي الفترة أرباح وخسارة واحدة، بدي أفترض بس خسارة واحدة، لأنه أي شخص بيطلع هون تقاطع هابط راح يصير يبحث عن إشارات هابطة. هذا أبسط من هيك تحليل فيه، بساطة، بس نلتزم مش أكتر. ما بدنا برسم بياني ساعة، بنروح لأربع ساعات. هذا اليورو مقابل الدولار، الصغير فوق الكبير، أهمل الهابط وأتبع الصاعد، أهمل الهابط وأتبع الصاعد. في هاي المرحلة لاحظوا معي حضراتكم، في هاي المرحلة الصغير تحت الكبير، أهمل الصاعد وأتبع تقاطع الهابط، سيل، بيع على المكشوف، ونقول يا الله. بس الآن وقف الخسارة ببساطة تامة. إذا أنا اشتريت اليورو مقابل الدولار على الساعة، بدي أفترض الآن بدي أشتري يورو مقابل الدولار، هذا قاع سابق. في محاضرة خاصة موجودة على موقعنا وعلى اليوتيوب بتوضح كيفية وضع وقف الخسارة والقمم والقيعان. اشتريت هون، هذا وقف الخسارة بعدد النقاط، أقوم بحساب عدد العقود وأتخذ مركز المالي. حساب العائد له أصوله، بأبسط طريقة لحساب العائد نقطة الدخول إلى وقف الخسارة بواسطة أداة فيبوناتشي مرة ثانية. هذا أداة فيبوناتشي أو من insert فيبوناتشي retracement. هذه نقطة الدخول اللي هي السعر الحالي، على فرض بدي أدخل من السعر الحالي، وقف الخسارة بهاي الطريقة. العائد راح يكون 261%، لأنه في عندنا 100% وحكينا 1.618 على الأقل، فهذا هو العائد المقترح. طبعا هذا مش مركز مالي، يعني خلينا نحكي أنه قوي جدا، لكن
حال قرر أي شخص اتباع المتوسطات ومؤشر الستوكاستيك، فإذا أردت الشراء وقف خسارتي تحت 1.1250، خلينا نحكي تحته في بس أكم من نقطة مش كثير، أو ممكن نضعه في هاي المنطقة، وهذا الهدف. هذا أبسط نوع من أنواع التحليل الفني. خلينا نشوف واختبروه إخواني على حسابات تجريبية. هذه هي البساطة اللي ممكن نحقق فيها أو نرفع احتمالية نحقق عوائد. مش القصة في تحليل، مش القصة في شطارة محلل، القصة في إدارة الاستثمار. أرجو إنها تكون جلستنا لليوم مفيدة ولو بشيء بسيط جدا. تذكروا هذا واحد من أنواع التحليل الفني. اختار أي نوع بدك إياه، لكن التزم في القواعد وارفع احتمالية ربحك. خلينا في شركة إيكويتي نسمع عن عدد عملاء أكبر عم بحقق أرباح، حتى تكون الشركة مبسوطة والناس مبسوطة مع بعضنا البعض. وإحنا في قسم الدراسات إحنا بنفرح جدا لما نقدم معلومة لو بتساهم بشكل طفيف إنه أي متداول ومستثمر يحقق عائد ويحسن فرص الربح. إذا في أي سؤال حضراتكم، أنا الآن متواجد معكم مهما كان الموضوع، أنا الآن تحت أمركم. في عندنا كمان ويبينارز، إذا تدخل على الموقع عندنا في عندنا العديد من الويبينارز. ويبينارز بشركة إيكوتي لا تتوقف أبدا. إن شاء الله الأستاذ فيصل راح يكون معنا خلال الفترة المقبلة أيضا، ظرف الطارئ اليوم منعه. عندنا برضو الأستاذ رائد، راح أكون أخوكم سركيس معكم في محاضرات قائمة، وعدد كبير من الأساتذة في قسم الدراسات. التداول على الأسهم حاليا بشركة إيكويتي في توجه حقيقي لإتاحة التداول على الأسهم ومؤشرات الأسهم موجودة حاليا. في المستقبل القريب إن شاء الله راح نضيف الأسهم العالمية المشهورة زي مثلا مايكروسوفت، بوينغ وغيرها من حول العالم، فإن شاء الله راح يكون في معنا كمان أدوات أكبر متاحة للاستثمار. أستاذي، تم عمل عدة محاضرات للتحليل الفني التوافقي. أستاذ صالح، بعد إذن حضرتك راح نستخدم اسم تسجيلك في هاي الجلسة. ممكن أشخاص إذا بتحب يتصلوا فيك مباشرة من خلال الشركة ويعطوك روابط فيها تحليل فني توافقي بطريقة احترافية جدا ومبسطة. متواجد بشركة إيكويتي، وإن شاء الله في المستقبل القريب برضو راح ناخد محاضرات أخرى عن التحليل الفني التوافقي. طيب، أشكر وجودكم أعزائي، تشرفت جدا. ميتا تريدر فاي أعطت بغمي الأستاذي، هل يمكن شرح كيفية كتابة وقف الخسارة؟ ميتا تريدر فايف هي شبيهة في لما نيجي ناخد مركز مالي، أي مركز مالي مباشرة بس تقدر تحدد ستوب لوس، وقف الخسارة، وأيضا التيك بروفيت. برضو أستاذي في توضيحات عديدة عندنا بالشركة على المحاضرات، بس أبسط شيء لما تيجي تأخذ مركز مالي مباشرة في ستوب لوس وتيك بروفيت. العفو أستاذي، شكرا لحضراتكم، مبسوط جدا لوجودي معكم. يوجد أبليكيشن قريبا للشركة لتسهيل التداول، إن شاء الله في مفاجآت كثير كبيرة قادمة. في متواجد أبليكيشن، ويب أبليكيشن، مدراء الحسابات عندنا بالشركة ممكن يزودوكم، أو قسم المبيعات يزودوكم في مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. شركة إيكويتي بتحاول قدر المستطاع تسهيل على المتداول، بيبقى بس على المتداول إن شاء الله إنه يحقق أرباح حتى نكون مبسوطين إحنا والمتداول نفسه. إحنا بشركة إيكويتي مستعدين نقدم أي معلومة بيحتاجها الشخص، أي مساعدة، حتى أي محاضرات خاصة في بالترتيب مع مدراء الحسابات. شكرا لحضراتكم، الله يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله بنشوفكم في جلسات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.